وشوشه. والله الحفله جت يعني كده، اتكلمنا انا وهايدي وقلنا يلا نعمل حفله، فعملنا الحفله الحمد لله رب العالمين، ونجحت بالناس طبعا مش بينا احنا. وانا بصراحه ما كنتش متوقع كده يعني، وفخور جدا بالناس اللي جت، وهايدي طبعا بوجه لها الشكر طبعا عن طريق وشوشه، وبوجه لكم انتوا طبعا الشكر كمان، انتوا جيتوا حضرتوا وغطيتوا الحفله، ويا رب ان شاء الله الحفله الجايه كده دايما تكون حلوه زي الحفله بتاعت النهارده. كنت مبسوط جدا مع الناس يعني. السنجل غير الحفله تماما، لان السنجل هو بيحدد مثلا مسار الجمهور، ان هو هل الجمهور هيجي ويتفاعل مع السنجل ولا لا، ده موضوع. اما الموضوع التاني بتاع ان الناس تيجي الحفله او ما تجيش، دي من محبه من عند الناس، غير بقى ان انا عامل سنجل او مش عامل، فاللي بيحبني هيجي لي وهيسمعني سواء انا منزل سنجل او لا. قريب جدا هتعرفوا حاجات كتير قوي وحاجات كتير قوي هقولها يعني ان شاء الله في خلال الايام الجايه يعني، مش كتير قوي خالص، انا مش هستنى تاني يعني. في شركات جدا عرضت عليا كتير، وناس كتير جدا عاوزه تمد معايا وحاجات كده يعني، وانا اخترت شركه انتاج، وادينا بنسعى ان احنا نعمل حاجه حلوه ان شاء الله.